يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول توفيت زوجة ابن عمتي تاركة وصية، تاركة وصية بأن يعمل لها عمل خير بعد وفاتها، ففكر زوجها في تنفيذ الوصية، وذلك بإعادة بناء مسجد صغير في قريتنا في السودان أو مصلى في هذا المسجد. لكن يا فضيلة الشيخ، هذا المسجد الذي سيبنى أو يجدد بناؤه يجتمع فيه سكان الحي في جميع مناسباتهم من الأفراح والأتراح وكذلك مناقشة الأمور التي تخص الحي. السؤال: هل يصح بناء أو ترميم مثل هذا المسجد وحاله كما ذكر، حيث يتم فيه استقبال المعزين وتقبل العزاء في الوفاة وإحضار الطعام في كل هذه المناسبات؟ إذا كان المسجد لأجل الصلاة فيه وطلب العلم فيه والاعتكاف فيه طيب، أما إذا كان لأجل أمور الدنيا أو البدع هذا أشد فلا، يبني المسجد ويوجده ويسكر، إذا صلوا الناس وانتهوا مفتاح يسكر المسجد، إذا جاء الأذان يفتح.